بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة فيها بالتأكيد آخر المستجدات ومتابعة حية لأخبار بعثة فريق النادي الأهلي استعدادا لأولى مباريات كأس العالم للأندية أمام الدحيل يوم الخميس القادم. حلقة فيها تفاصيل كثيرة وعديدة وأخبار وكواليس حصرية صوت وصورة بالتأكيد من مقر إقامة البعثة، وأخبار إن شاء الله بإذن الله هنقولها لكم على مدار الحلقة. لكن في البداية النهاردة الأول من فبراير، الذكرى 9 لشهداء الأهلي، رحلت أجسادهم وتبقى ذكراهم في عقل ووجدان كل أهلاوي، لن ننساكم. حلقة النهاردة كمان هندخل في تفاصيل السؤال اللي بالتأكيد اللي بنطرحه لكل السادة المشاهدين وكل المتابعين، سؤال بالتأكيد إيه هو أفضل هدف أحرزه الأهلي في مونديال الأندية؟ طبعا الكل يدخل ويشارك معنا عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل مشاركات الجماهير إن شاء الله، وبالتأكيد أهداف الأهلي عديدة في هذه البطولة، وكل واحد يدخل يشوف من وجهة نظره إيه أفضل هدف عجبه في هذه البطولات واللي أحرزه الأهلي على مدار 5 مشاركات في الفترة السابقة. طيب نبدأ حلقتنا النهاردة بأهم الترندات وعناوين الحلقة. في ترند فيفا يعلن قائمة الأهلي في المونديال. كمان في ترند الأهلي مسحة طبية لبعثة الفريق. وفي الترند العالمي إنجاز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول. محمد صلاح عمل إنجازات طيبة مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولسه عندنا تفاصيل أكتر في هذه الحلقة، لكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل بالتأكيد عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند الترند، وهنتابع أخبار الفريق في كأس العالم للأندية. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند، مجموعه من الاخبار والمعلومات الحصريه من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه. اول الاخبار معايا النهارده بالتاكيد النادي الاهلي بيسلم القميص او التيشيرت الخاص به كهديه تذكاريه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بناء على طلب الاخير. هذه الهديه التذكاريه بالتاكيد بتكون مطلوبه من الفرق المشاركه عشان بيتم وضعها في متحف الاتحاد الدولي تقديرا لهذه الانديه التي شاركت في كاس العالم. النادي الاهلي النهارده سلم للاتحاد الدولي هذا القميص بتوقيع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في كاس العالم للانديه لوضعه في متحف فيفا. جاء طلب الفيفا بالحصول على قميص نادي القرن مزينا بتوقيع الكابتن محمود الخطيب ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم وبصفته أحد أبرز أساطير كرة في العالم والقارة الإفريقية ورئيس أكبر نادي في القارة نادي القرن. زي ما انتم قدامكم على الصورة هو دي لقطات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي، توقيع الكابتن محمود الخطيب على التيشيرت الأساسي لفريق النادي الأهلي وكتب عليه دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح. طيب النادي الأهلي بالتأكيد الحمد لله يمكن في تقدير كبير جدا لقياداته وأجهزته الفنية ولاعبيه وجماهيره بالطبع أمام كل المسؤولين وأمام كل المتابعين وبالأخص الاتحاد الدولي لكرة القدم. طيب عندي كمان خبر تاني متعلق بقى النهاردة الفيفا، طيب في تفاصيل أكتر وفي بقى صوت وصورة وبس حي من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي، لذلك أذهب مباشرة على الهواء مباشرة إلى الزميل العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي من مقر الإقامة. مساء الخير يا أمير. مساء الخير عليك محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وتحياتي لكل متابعي برنامج الترند. أيوة كده الفيو تغير بقى ونعيش في أجواء البطولة معاك في اليوم الثالث. قول لي بقى الصورة عندك في كأس العالم للأندية وإن شاء الله خلاص أيام أو ساعات بنتكلم في يومين ثلاثة بالكتير وأولى المباريات، طمن الناس وطمن كل الجمهور وآخر الجديد لديك. طيب يعني الأمور يا محمد ماشية بشكل جيد جدا، الاستعدادات مستمرة بالنسبة للنادي الأهلي علشان أول مباراة للفريق في البطولة أمام فريق الدحيل يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى. يعني الكل هنا مركز، الكل واخد الامور بمحمل الجديه، ودي طبيعه النادي الاهلي وليه لا، خصوصا ان انت بتشارك في اهم بطوله للانديه وبطوله كاس العالم، فبالتالي عندك دوافع كتير قوي انك تقدم بطوله كبيره، دوافع كتيره جدا انك تحقق نتائج بيتمناها اكيد جمهور النادي الاهلي في كل مكان، خصوصا في ظل طبعا الايام اللي فاتت ومؤازره جماهير النادي الاهلي هنا في المونديال قبل المباراه، فكل دي دوافع وكل دي إيجابيات بالنسبة للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني. الكل جاهز، الكل مستعد، أيام قليلة على انطلاق أول مباراة، لكن
خليني اقول لك يا محمد ان برنامج الفريق ما بيتغيرش، خصوصا ان يعني ما فيش اي تحركات خارج مقر الاقامه، زي ما احنا عارفين فقاعه طبيه مشدده جدا جدا جدا، سواء انت داخل مقر الاقامه او حتى وانت رايح ملعب التدريب بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فبالتالي يعني الصبح كان الفطار بالنسبه للفريق، بعديه اللاعبين بيذهبوا لغرف الخاصه بيهم، بيبقى فيه زي جولة كده أو يعني ألعاب ترفيهية بالنسبة للاعبين عشان تخرجهم من حالة الملل. النهاردة كان في مسحة طبية بالنسبة للبعثة بالكامل، ودي مسحة كانت بناء على طلب النادي الأهلي تحديدا، وخصوصا بعد إصابة محمد مرجان بفيروس كورونا، فكان يعني حريصين على المزيد من الاطمئنان على افراد البعثه بالكامل. المفروض نتيجه البعثه هتخرج خلال ساعات قليله، او نتيجه طبعا المسحه تحديدا يعني هتخرج خلال ساعات قليله. نتمنى طبعا باذن الله ان الكل يكون سليم ومحدش يكون يعني مصاب بفيروس كورونا. الامور ماشيه بشكل جيد جدا. النهارده كمان خليني اقول لك يا محمد، قبل ما تخش طبعا امين في باقي التفاصيل، التيشيرت الخاص بالنادي، عايز اسالك على المسحه، هي بناء على طلب البعثة معنى كده ان لسه في مسحة تاني يوم الاربعاء قبل المباراة ب 24 ساعة، ولا كده هتكون المسحة النهائية قبل موعد مباراة الدحيل؟ لا، في مسحة تانية يا محمد يوم الاربعاء، دي تمام. المسحة الرئيسية اللي تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم هتكون يوم الاربعاء، وهي يوم الاربعاء يعني احنا مثلا متعودين في مصر ان المسحة 48 ساعة عشان عقبال ما النتيجة تطلع. لا، في الحقيقة النتيجة هنا بتطلع يعني خلال 6 7 8 ساعات بالكتير قوي تكون نتيجة المسحة. فبالتالي المسحة الرئيسية هتكون يوم الأربعاء بإذن الله اللي هو بعد بكرة. دي المسحة اللي بناء عليها هيتم تحديد مين هيكون موجود في المباراة، مين مش هيكون موجود لا قدر الله. بإذن الله بإذن الله الكل يكون سليم إن شاء الله ومتواجد، سواء كلاعبين وجهاز فني في الملعب أو كبعثة إعلامية في المدرجات يعني بإذن الله. ده فيما يتعلق بالمسحة. لكن خليني أرجع لك الخبر، وانا قلته معاك امبارح في حلقه الترند، وهو كان طلب من الاتحاد الدولي لكره القدم من الكابتن محمود الخطيب تيشرت النادي الاهلي ممضي من الكابتن محمود الخطيب باعتباره طبعا اسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه واسم كبير جدا في الكره الافريقيه. فبالتالي الطلب تم تلبيته النهارده بالتحديد من ساعه قبل دلوقتي يا محمد. الكابتن محمود الخطيب مضى ووقع على تيشرت النادي الاهلي عشان يكون متواجد في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالفعل تم تسليم التيشيرت ممضي من الكابتن محمود الخطيب لمسؤولي الاتحاد الدولي، وهيتم وضعه في المتحف. وده ان دل يدل على مدى قيمة يعني الكابتن محمود الخطيب بالطبع، يعني حاجة كبيرة كلاعب كرة واسطورة عظيمة في كرة القدم الافريقية في الحقيقة. يعني ده كان برضو من ضمن الامور الهامة اللي حصلت النهاردة. كان في كمان غدا بالنسبة للاعبين، اجتماعات مستمرة ما بين الجهاز الفني واللاعبين للحديث بشكل مستفيض عن فريق الدحيل القطري، نقاط القوة نقاط الضعف المميزات والعيوب، هتتعامل ازاي، استراتيجيتك في المباراة دي هتكون ايه. ده كلها او دي كلها نقاط بيركز عليها مستر بيتسو موسيماني. بالمناسبة كمان امبارح كان في جلسه من الكابتن محمود الخطيب امبارح بالليل كده مع اللاعبين، اتكلم فيها عن مباراه الدحيل ومدى اهميه اسعاد جماهير النادي الاهلي، ان اللعيبه عليها يعني مسؤوليه كبيره جدا. وفي الحقيقه محمد انت اكيد عارف ان لعيبه النادي الاهلي دايما عارفين طالما هم موجودين جوه النادي الاهلي فالطموح ما بيقفش، والتمنيات والاحلام عند جمهور النادي الاهلي ما لهاش حدود. فاكيد اكيد لعيبه النادي الاهلي عندهم اصرار كبير ان هم يقدموا بطوله كبيره. ده برضو يخلينا نركز على جزئيه هامه جدا، وهي مدى صعوبه المواجهات في بطوله كاس العالم للانديه بدايه من مباراه الدحيل باذن الله، وهي في حد ذاتها حمى البدايه زي ما بنقول كده، بتبقى دايما صعبه، مباراه قويه ويعني بتبقى فيها جوانب بدنيه وفنيه، خصوصا ان انت بتلعب فريق الدحيل ده فريق قوي جدا وعنده مميزات عديده ولاعيبه محترفين ممتازين وبطل الدوري قطري اخر يعني في 10 سنين، واخد البطوله 7 مرات يعني. فده ان ده اللي يدل على مدى قوه هذا الفريق ومدى التطور اللي بيحصل له يعني. فبالتالي التوفيق باذن الله يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراه النهارده. بعد بالظبط يعني ساعتين من دلوقتي هيكون مران النادي الاهلي الثالث هنا، واللي هيستعد من خلاله او هيستمر من خلاله في الاستعداد لمباراه الدحيل. مران النهارده، خليني اقول لك كده قبل المران يا محمد بعض الكواليس وبعض يعني الاخبار المهمه تمام. جدا، وهو فيما يتعلق باصابات الفريق النهارده محمد هاني بالظبط
هيعمل يعني بعض التدريبات في الفقرة الأولى من مران النادي الأهلي، تدريبات الإحماء مع اللاعبين، بعض تدريبات الكرة الخفيفة تمهيدا لمشاركته بإذن الله تعالى في بشكل كامل بجميع فقراته. حالة محمد هاني مطمئنة جدا، يعني في تفاؤل كبير بلحقه في أو بمباراة الدحيل كعنصر أساسي في تشكيل النادي الأهلي. تفاؤل كبير جدا موجود عند الجهاز الطبي، الجهاز الفني، وعند اللاعب نفسه. ده فيما يتعلق بمحمد هاني. بخصوص حسين الشحات، حسين الشحات بنسبة كبيرة هنروح ونشوف النهاردة في الملعب إن شاء الله بعد ساعتين أو ساعتين ونص، نسبة كبيرة هيكون متواجد في التمرين ككل، كل الفقرات هيشارك فيها باذن الله تعالى. أخبار مبشرة. الا اذا لا قدر الله حس ببعض الالام او عودته بعض الالام في العضله الخفيه، لكن لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي يا محمد حسين ما فيش اي مشكله عنده، وبنسبه كبيره جدا هيشارك في المران الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده. يعني اخبار كلها مبشره وتدعو للتفاؤل قبل الله. ايام قليله من انطلاق بطوله كاس العالم للانديه باذن الله يا محمد. طيب سؤال اخير يا امير، عايز اعرف الفريق هل بيكتفي بالتدريب بس في احدى ملاعب التدريب اللي الاهلي هيفضل يتمرن عليه لغايه ميعاد المباراه يوم الخميس اللي جاي، هل بيكتفي بالتدريب في الملعب ولا كمان بيتم استخدام صاله الجيمنازيوم في فندق الاقامه؟ انا عارف ان الفيفا مخصص صاله للالعاب الرياضيه بالنسبه للفريق اذا احتاج الجهاز الفني يزود من معدلات اللياقه البدنيه او اذا احتاج ان يكون في تدريب خاص للعيبه او حتى استشفاء. طبعا تدريبات الجيمنازيوم دي مفروغ منها، ده طبيعي بيبقى موجود في بعض الفقرات بالنسبه للاعبين في اوقات مختلفه على مدار اليوم، بخلاف طبعا مران النادي الاهلي اللي بيبقى على الملعب المخصص ليه. لكن تدريبات الجيمنازيوم دي خاصه ببعض التقويات للعضلات طبقا طبعا لرؤيه المسؤولين او رؤيه الجهاز التاهيلي والجهاز الطبي وحاله كل لاعب ومدى احتياج كل لاعب للتدريب على بعض الاجهزه المعينه داخل صاله الجيم. فده أمر طبعا بيبقى موجود على مدار الأيام المختلفة كلها هنا للنادي الأهلي. في الحقيقة كمان يا محمد خليني أقول لك أن الوصول بشكل مبكر كان حاجة إيجابية جدا بالنسبة للفريق عشان تاخد على أجواء، يعني جو برد بصراحة هنا، الدنيا ساقعة شوية بخلاف كمان أرضية الملعب، يعني ملعب التدريب بالتحديد احنا كل ده طبعا ما رحناش الملعب لحظه دي في المباراه، لكن ملعب التدريب الكواليتي بتاعته عاليه جدا، ملعب نجيله اكثر من رائعه، فالكوره بتجري شويه على النجيله، فكان مهم ان انت تاخد الحساسيه بتاعه الملاعب وجودتها هنا عشان تقدر تبقى خدت على الاجواء بشكل كامل يعني. فده كان امر مهم جدا وكان اختيار موفق ويعني قرار موفق ان النادي الاهلي يجي بشكل مبكر عشان يستعد خير استعداد لمباراة الدحيل، المباراة الأولى في كأس العالم للأندية. كل التوفيق للنادي الأهلي أكيد بإذن الله. إصرار كبير، أنا عايز أطمن كل جماهير النادي الأهلي إن في إصرار كبير يا محمد عند اللاعبين، عند الجهاز الفني، كابتن محمود الخطيب كلامه الدائم مع اللاعبين، يعني الناس عايزة تعمل حاجة تسعد بيها جماهير النادي الأهلي اللي هي سعيدة أوريدي طبعا بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن دايما بنبقى محتاجين تتويج لهذا المجهود. التتويج كان باللقب بتاع دوري أبطال أفريقيا، لكن طمعانين في المزيد بصراحة بإذن كلنا الله. فإن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي يكونوا عند حسن الظن يا محمد إن شاء الله. أمير أنا بشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل من مقر إقامة البعثة وكل المعلومات، وبشرتنا بخصوص محمد هاني وحسين الشحات، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة نطمن أيضا كمان على حالة وليد سليمان، والبعثة تعود إن شاء الله بشكل طيب بعد أداء مباراة قوية في كأس العالم للأندية. عايز أكد في ثواني قليلة جدا قبل ما أطلع إلى فاصل، يوم الخميس يوم الأربعاء ليلة المباراة حتى لما تروح تتدرب على ملعب المدينة التعليمية، الملعب اللي هيستضيف المباراة يوم الخميس، انت مش هتعمل تدريب كامل، انت هتكون في زيارة لأرضية الملعب بالأحذية الرياضية عشان تتعرف على الملعب وأرضية الملعب، لكن تدريباتك كلها حتى تدريب ليلة المباراة اللي بيكون في الملعب المباراة لا هيكون في نفس الملعب اللي انت بتتمرن عليه خلال هذه الأيام طبقا لتعليمات الفيفا مع اللجنة المنظمة المحلية. بصراحة الملاعب كلها على أعلى مستوى، هي ملاعب كأس العالم 2022. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا معانا اخبار مهمه جدا من بعثه النادي الاهلي ومتعلقه كمان بكاس العالم للانديه. النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن القوائم النهائيه لكل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه النهارده في الاول من فبراير، اعلن بشكل رسمي كل نادي القائمه النهائيه 23 لاعب. ابدا بقائمه النادي الاهلي، في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في خط الدفاع بدري بنون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان، بيكهام، علي معلول، في خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا.
خط الهجوم والتر ابواليا، محمد شريف، صلاح، محسن، جونيور اجاييه، ومروان محسن. بالمناسبة القائمة النهائية النهاردة بتتكلم في فكرة ان لازم تكون القائمة النهائية يوم 1/2، لان خلاص كان اخر ميعاد للاستبدال يوم 30 يناير، لكن لغاية يوم 3 فبراير قبل اول مباراة ب 24 ساعة لا قدر الله اذا كان في اصابة خطيرة بتقرير طبي معتمد من الفيفا تقدر تستبدل، ولكن بشرط قبل اول مباراة 24 ساعة. طيب قائمة الدحيل أيضا كمان في مونديال الأندية اللي هتواجه بالتأكيد المباراة الأولى مع النادي الأهلي، في حراسة المرمى محمد البكري، خليفة أبو بكر، صلاح، زكريا، خط الدفاع محمد موسى وعلي مال الله، علي مال، مهدي بن عطية، بسام الراوي، أحمد ياسر المحمدي، إسماعيل محمد، خط الوسط لويس مارتن جونيور، كريم بوضياف، مبارك سنانة، عبد الله الأحرق، سلطان البريك، علي عفيف، خالد محمد، عاصم مدابو، علي كريمي. في خط الهجوم المعز علي، ميشيل إيلونجا، المهاجم الكيني، محمد مونتاري، ودودو إدميلسون، وجونيور. طبعا دي قائمة نادي الدحيل. قائمة طبعا بايرن ميونخ، انا هكلمكم عن ابرز اللاعبين في قائمة بايرن ميونخ، هذا الفريق بالتاكيد اللي هيشارك في اولى المباريات يوم 8 فبراير، ولكن سيصل الى كاس العالم او المشاركة يوم 6 فبراير. مانويل نوير طبعا ابرز لاعبي فريق البايرن في حراسة المرمى، الدفاع طبعا ابرزهم خافي مارتينيز، جيروم بواتينج، لوكاس هيرنانديز، ديفيد ألابا. طبعا في خط الهجوم عندكم طبعا المهاجم القناص روبرت ليفاندوفسكي، دوغلاس كوستا، والنجم الالماني طبعا توماس مولر، ايقونه فريق البايرن وفريق البافاري في الكره الالمانيه. طيب النهارده طبعا كان في مسحه طبيه زميلنا امير هشام اتكلم عليها وقال على تفاصيلها، ويوم الاربعاء باذن الله في مسحه بقى الاساسيه اللي هي قبل المباراه يوم الخميس. طيب النهارده بقى عندي معاكم خبر جديد ومعلومه حصريه لكل الساده المشاهدين. قدامكم طبعا دي لقطات حصريه من مقر البعثه، المسحه الطبيه قدامنا احمد رمضان بيكهام وعدد من اللاعبين جونيور اجاييه، والمعاناه اللي بيواجهها جونيور اجاييه مع كل مسحه طبيه، والتر بواليا يعني لسه كمان في مسحه يوم الاربعاء، ربنا يقدركم كده ويقويكم، لسه المشوار ان شاء الله في البطوله طويل شويه. طيب التعليمات النهائيه لمباريات كاس العالم للانديه، وهذا الخبر وهذه المعلومه حصريه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج الترند، وقبل الاجتماع الفني يوم الاربعاء القادم. جرى العرف دايما او في كل الاجتماعات الفنيه بيتم التنبيه على كل فريق انه يصل لملعب المباراه قبل انطلاق المباراه بساعه ونص. لا احنا النهارده جايبين لكم الجديد، التعليمات الفنيه طبقا للتعديلات اللي تمت على لوائح الاتحاد الدولي واللي هتبدا بالنسبه للمشاركات في كاس العالم للانديه. دلوقتي طبقا للاجراءات الاحترازيه اتحط معدل زمني عشان تبدا تصل لملعب المباراه لغايه موعد انطلاق المباراه وركله البدايه. الفريق ايه؟ ده الفريق اللي هو صاحب الملعب، يعني مثلا هندي سي مباراه الدحيل والاهلي. الدحيل لازم يكون موجود في الملعب قبل انطلاق المباراه ب 105 دقيقة، يعني قبل انطلاق المباراة بساعتين الا ربع، يعني المباراة الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، فريق الدحيل لازم يكون موجود في أرضية الملعب وفي الاستاد الساعة 6 الا ربع. فريق النادي الأهلي هو الفريق بي في هذه المباراة، لازم يكون موجود قبل موعد المباراة 95 دقيقة، يعني لازم يكون موجود في الاستاد الساعة 6 الا 5 لأن المباراة الساعة 7:30. الساعة 6 كلا الفريقين لازم يعلنوا تشكيل المباراة ويسلموه للمراقب، مراقب المباراة عشان يتم طبعا توزيعه لكل وسائل الاعلام ومراجعته مع حكام المباراه. قبل 75 دقيقه بيتم فحص الالوان ومعدات اللاعبين مع الحكم الرابع اللي هو الزي والتيشيرت الاساسي والاحتياطي لكل فريق، لو الدحيل هيرتدي التيشيرت الاساسي الاحمر، الاهلي هيرتدي الزي الاحتياطي اللي هو هيكون الجراي في الاسود في هذه المباراه. طيب قبل 50 دقيقه من موعد المباراه دي بدايه فقره الاحماء او وصله الاحماء لكلا الفريقين ولكن اختياريه، يعني بمعنى ادق قبل المباراه ب 50 دقيقه لو عايز تنزل تبدا الاحماء اتفضل، لكن عايز تاخرها شويه دقائق 10 دقائق 20 دقيقه مفيش مشكله، ولكن قبل 20 دقيقه من انطلاق المباراه هنا بقى لازم تنهي فقره الاحماء كاجباري على كل الفرق المشاركه في البطوله، يعني مديك مساحه حوالي 30 دقيقه نص ساعه تقدر تنزل تعمل الاحماء وتختتم فقره الاحماء، لكن لازم قبل انطلاق المباراه بثلث ساعه. قبل 12 دقيقه كل افراد الفريق الاهلي او فريق الدحيل لازم يغادروا ارضيه الملعب عشان يتم التحضير والتجهيز لارضيه الملعب لانطلاق المباراه وركله البدايه. طيب خدوا بالكم بقى من الاجراء الاحترازي اللي جاي. قبل 10 دقائق من موعد المباراه يعني الساعه 7:30 البدلاء اللي مش هيشاركوا في التشكيله الاساسيه لازم يغادروا غرفه خلع الملابس عشان يطلعوا يقعدوا في الزون المخصص ليهم ورا دكه البدلاء كاجراء احترازي عشان تقليل الاعداد في الكوردون وفي غرف الملابس قبل انطلاق المباراه. طيب قبل 8 دقائق يعني بعد دقيقتين من خروج البدلاء، بعدها بدقيقتين اللي هو قبل انطلاق المباراه ب 8 دقائق اللاعيبه الاساسيه هتبدا تجهز عشان تغادر غرف الملابس وتنزل لارضيه الملعب.
قبل 7 دقائق الحكم بيعمل تشيك على اخر حاجه بالنسبه للزي الرسمي لكل فريق. ركله البدايه 7:30، 7:30 ل5 الفريقين مع الحكام بيتجهوا الى ارضيه الملعب استعدادا لانطلاق المباراه. دي التعليمات النهائيه لمباريات كاس العالم للانديه طبقا طبعا للشروط والاجراءات الاحترازيه اللي بيطبقها الفيفا في هذه البطوله فقط وحصريا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وده اللي هيتم ابلاغ بيه كل الفرق في الاجتماع الفني يوم الاربعاء القادم. طبعا دي تعليمات جديده، واول اجتماع فني لتنفيذ هذه التعليمات هيكون يوم الاربعاء اللي جاي لكل الفرق. بالمناسبه ده هيطبق في كاس العالم للانديه وهيطبق على المنتخبات في البطولات اللي بتقع مسؤوليتها او تنظيمها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. الأمور كلها حصل فيها تعديلات، وكل الأمور دي بتتم عشان تبدأ تحضر للإجراءات الاحترازية اللي جاية بسبب موضوع فيروس كورونا. وزي ما انتم شايفين كل حاجة محسوبة بالثانية وبالدقيقة وبالساعة، ما فيهاش أي تأخير، وحتى بيدي فرصة إن صاحب الملعب هو اللي يجي قبل الفريق الاحتياطي أو الفريق التاني بحوالي 10 دقايق عشان بيتم التحضير لكل شيء وما يكونش فيه زحام في أرضية الملعب أو في المكان المخصص للدخول إلى استاد المدينة التعليمية اللي هيستضيف المباراة إن شاء الله يوم الخميس الساعة 7:30. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أكتر ومتابعة حية لكل أخبار البعثة في كأس العالم للأندية. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند أونلاين. ترند أونلاين من خلال فقرة السكايب هنرحب بالتأكيد بالناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ صابر الغراوي. أستاذ صابر مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك. مساء الخير محمد، تحياتي ليك وتحياتي لأسرة برنامجك الجميل وكل مشاهدينك الكرام. اسمح لي في البداية أوجه تحية من القلب لأسر ضحايا مجزرة بورسعيد، نحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. الذكرى التاسعة النهاردة، يعني إن شاء الله أنا الصبر والسلوان لأسر الضحايا جميعا إن شاء الله. طيب عايز ابدا معاك واتكلم على اجواء مباريات كاس العالم للانديه، وبالتاكيد خلاص البطوله العد التنازلي بدا والكل بيستعد لضربه البدايه. ابرز المانشيتات، اهتمام الصحف الرياضيه والاجواء بالنسبه للجنه المنظمه المحليه كمان، هل عندها اجتماعات الفتره الجايه؟ هل في تعليمات جديده ممكن تصدر خلال الساعات اللي جايه قبل انطلاق اولى المباريات؟ صحيح، كان في اللجنه المنظمه المحليه للبطوله النهارده كان في اكتر من قرار وفي توجيهات سواء للجماهير او حتى للاعلاميين اللي هيغطوا البطوله. بدات اليوم تسليم تصاريح الدخول بالنسبه للاعلاميين اللي هيتابعوا البطوله بشكل عام في استاد المدينه التعليميه اللي هيستضيف المباراه الافتتاحيه للاهلي. تصريح الاعلاميين على مدار الايام النهارده وبكره وبعده لحد يوم المباراه تسليم التصاريح. وكمان بالنسبه للجماهير تم إصدار التوجيهات اليوم بالتوجه للجماهير اللي هي حجزت التذاكر بالفعل على الإنترنت، التوجه لمركز قطر الوطني للمؤتمرات للحصول على التذاكر اللي هم حجزوها بالفعل على الإنترنت، وكمان عمل المسحة الطبية تمهيدا لدخولهم المباريات. طبعا في قطاع من الجماهير هيدخل بدون مسحة طبية، اللي هو الجماهير اللي تلقى اللقاح الأول والثاني هيدخل بدون مسحة طبية، وكمان اللي هم أصيبوا من قبل في فترة من شهر 10 حتى الآن أصيبوا بكورونا وتعافوا بفضل الله، دول كمان هيتوجهوا إلى الملعب بدون خوض المسحة. دي كانت التوجيهات الأساسية. وكمان كان في اللجنة المنظمة المحلية بدأت تنشر المحاذير بالنسبة للجماهير والأشياء الممنوعة اصطحابها داخل الملعب. دي كانت الخطوط العريضة بالنسبة للجنة المنظمة عموما. الأخبار الأهلي طبعا امير هشام، وانت يعني حرقت معظم الاخبار اللي موجوده من الاهلي. امير ما شاء الله كل الاخبار اللي هي موجوده في البعثه، انما ده كل الخطوط العريضه المتعلقه باللجنه المنظمه. في ارتياح كبير جدا، ده شيء مهم جدا لازم نركز عليه. في ارتياح كبير جدا داخل اللجنه المنظمه لتعامل او لتعاون الاهلي بشقيه، بالشق الفريق وشق الجماهيري كمان مع التعليمات والتوجيهات، لانه في التزام كبير جدا، ولانه كان كما سبق في البطوله في الايام الماضيه كان في تخوف من الجماهيريه الكبيره للاهلي انه ممكن يكون في خروج عن النص سواء من الجماهير او عدم التزام اللاعبين او الاداريين او الاجهزه الفنيه بالتعليمات والتوجيهات اللي بتدور داخل الفقاعه الطبيه. ولكن حتى الان الامور بتسير
حسب ما هو مخطط له وحسب ما يرام، وفي التزام تام من الجميع بفضل الله وبفضل الخبرات اللي اكتسبوها، لانه كمان احنا عندنا انديه تملك خبرات التعامل مع الفقاعه الصحيه، على راسها طبعا الدحيل موجود هنا في قطر وعارف الظروف، وكمان فريق اولسان هيونداي الكوري مظبوط تواجد من شهر تقريبا في بطوله دوري ابطال اسيا، فعارف التفاصيل دي. انما بالنسبه لبعثه الاهلي كانت جديده عليها التعليمات دي، الالتزام بيها كان شيء جيد، واحنا تلقينا ردود افعال كبيره جدا من اللجنه المنظمه المحليه او من الاتحاد الدولي بتشيد بالتزام كل افراد الاهلي بالتعليمات من اللجنه المنظمه. الحمد لله يا استاذ صبري، حضرتك عارف طبعا النادي الاهلي، حضرتك كنت بتغطي طبعا النادي الاهلي قبل سفرك الى الخليج للعمل في القطاع الاعلامي، لكن عارف طبعا النادي الاهلي الحمد لله مؤسسه بتلتزم بكل التعليمات والارشادات من اللجان المنظمه للبطولات الكبيره، ودي سمه النادي الاهلي دايما معروفه قدام العالم كله. طيب عايز اسالك كمان على فريق الدحيل، يعني ايه الجديد بالنسبه لفريق الدحيل؟ التدريبات، استعداد الفريق، تصريحات المدير الفني صبري لاموشيه، ايضا كمان اللاعبين هل كلهم في اهبه الاستعداد ولا ممكن يكون في غيابات مع انطلاقه المباريات يوم الخميس؟ شوف مبدئيا بالنسبه للدحيل النهارده الاثنين بينتهي المعسكر المفتوح اللي دخلوا الدحيل من 3 ايام استعدادا لمباراه الاهلي، المعسكر المفتوح بينتهي النهارده بعد التمرين اللي هيبتدي بعد ساعتين تقريبا، هينتهي المعسكر المفتوح ويبتدي المعسكر المغلق، هيتوجه جميع افراد الفريق فريق الدحيل لفندق الاقامه وهيجروا المسحات الطبيه اللازمه ويبتدي المعسكر المغلق اللي الاهلي بداوا من يوم الجمعه، لسه هم هيبتدوه النهارده. بالنسبه للغيابات مفيش غيابات خالص في فريق الدحيل، كان الغائب الوحيد في الفتره الماضيه كان كريم بوضياف قائد خط الوسط ونجم الفريق، ولكنه تعافى من الاصابه اللي كان بيعاني منها وبيشارك في التدريبات، صحيح ما شاركش في مباريات بقاله فتره، بقاله اكتر من شهر، ولكن هو اصبح جاهز حاليا. فريق الدحيل بشكل عام على المستوى الفني فريق من العيار الثقيل الحقيقه، لانه يضم نخبه من اللاعبين المتميزين جدا في معظم المراكز، مش هنقول في كل المراكز، في معظم المراكز عنده اسلحه قويه جدا، الفريق بيستعد، وانا شايفه في الفتره دي يا محمد الحقيقه فريق الدحيل بيمر بواحده من ازهى فتراته، لانه بادئ كان في بدايه الموسم كان في عثرات كتيره جدا فنيه وتغيير جهاز فني، صبري لموش لسه ماسك تقريبا من شهرين، وكان في استقطابات سواء على الصعيد المحلي لاعبين استقطبوهم او على الصعيد الخارجي، ميشيل اولونجا اللي انضم جديد المهاجم الكيني القوي جدا، انما عناصر الدحيل لو هنتكلم بشكل فني انا شايف ان قوه الدحيل بتكمن في خط الهجوم وبعديه خط الوسط، خط الوسط قوي جدا بوجود كريم بوضياف وبوجود لويس مارتن جونيور وبوجود علي كريمي الايراني، انما خط الهجوم قوته حدث ولا حرج الحقيقه، رباعي خط الهجوم لما بنتكلم على ادميلسون ولا بنتكلم على دودو ولا بنتكلم على الونجا وكمان من وراهم او معاهم راس الحربه معز علي، رباعي قوي جدا واهدافه حتى في المباريات الاخيره شفناه من اسبوعين بيفوز على الوكره بال8 وبيفوز على الاهلي الاهلي القطري بال6، نتائجه بتعكس قوه الخط الهجوم، ولكن ده ما يمنعش انه كمان عنده نقاط ضعف انا اراها كمتابع جيد لفريق الدحيل في خط الدفاع تحديدا، يمكن عنده قلب الدفاع قوي بوجود المهدي بن عطيه بخبراته العريضه ووجود احمد ياسر بحماس الشباب وقوته البدنيه، ولكن ظهيري الجنب انا شايف ان هم نقطه ضعف، مش لسبب ضعف اللاعبين ولكن بسبب قله خبره اللاعبين، عندنا في الظهير الايمن علي مال الله كمان جايبينه جديد من الوكره من شهر فقط جايبينه للبطوله دي، ولكن لاعب صغير 20 سنه، لانه اللي كان بيلعب في المكان ده كان اسماعيل محمد مركزه الاصلي جناح وما كانش ده مركزه الطبيعي، فاستقطبوا علي مال الله للمركز ده، وكمان سلطان البريك قليل الخبره في مركز أكيد. الظهير الايسر، تمام. دول نقطتين الضعف من وجهه نظري الابرز في فريق الدحيل. طيب اختم معاك بكلمه اخيره وفي ثواني، لو تدينا منشط بالنسبه لمباراه يوم الخميس الدحيل والاهلي او للاحداث. الاهلي والدحيل موقعة هد الحيل الحقيقه، لانه استاذ صابر يا جماعه صعبة محمد، استاذ صابر صعبة. بتتميز بالسجع دايما، وانا عارف عشان كده قلت يعني تقول لنا منشط بالنسبه لهذه المباراه، الاهلي والدحيل مواجهه تهد الحيل. تهد الحيل لان هو مواجهه صعبه، وانا كمان بس اذا سمحت لي يا محمد بسرعه يعني عايز انبه لقوه فريق الدحيل، لانه كمان التصريحات اللي طالعه النهارده وبكره وامس من فريق الدحيل انا شايفها اشبه بعمليه التنويم المغناطيسي، معز علي قائد خط الهجوم وهداف امم اسيا الاخيره طالع النهارده بيقول ان احنا قادرين على تحقيق المفاجاه والفوز على الاهلي، كلمه المفاجاه دي انا شايفها نوع من انواع التنويم المغناطيسي، لان فوز الدحيل مش هيكون مفاجاه زي ما فوز الاهلي مش هيكون مفاجاه، انا شايف الفريقين متساويتين طيب. بنسبه كبيره جدا، توقعاتك اي فريق التوفيق
والله التوقعات صعبة جدا يا محمد، انا ما اقدرش اتوقع لان الكفة فعلا 50% 50%، انا مش قادر. تمام، الامنيات طبعا مش محتاجين عارفه نتكلم طبعا، فيها، طبعا عارف انما اكيد. التوقعات انا الجماعية في الاهلي تغلب على الفردية في التحيل، مين اللي هيحالفه التوفيق الله اعلم. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي ويسعد جماهير الاهلي الموجودة هنا وكمان جماهير الجاليات العربية الموجودة، لان انا فوجئت باليومين الثلاثة اللي فاتوا بجاليات عربية كبيرة جدا بتنضم لرابطة النادي الأهلي، بإذن عايزة الله تشجع وعايزة تساند وجايبة الأعلام الأهلي وعايزة تكون متواجدة في الملعب إن شاء الله. إن شاء الله. الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ صابر الغراوي، نورتنا وشرفتنا وسعداء بمداخلة حضرتك معانا، لأنه شرف كبير جدا، وإن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة كبيرة وتنظيم على أعلى مستوى في كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي موعدنا مع مشاركه الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، وطبعا فقره مهمه جدا لان ده التواصل الكبير جدا اللي بيننا وبين جمهور النادي الاهلي العظيم. سؤال كنا طرحناه، ايه هو افضل هدف احرز للاهلي في كاس العالم للانديه؟ طبعا في تعليقات كتيره، وهبدا التعليقات واشوف طبعا اراء الناس ووجهه نظرهم في افضل هدف للنادي الاهلي في مونديال الانديه. ادم محمد علي بيقول فيلافيو في انتر ناسيونالي البرازيلي. محمد السباع بيقول جول تريكا كان ضربة حرة في كلوب أمريكا، طبعا المباراة اللي كانت فيها تحديد المركز الثالث والرابع. عبده بيقول هدف تريكا من الكرة الثابتة في أوكلاند سيتي. عبد الرحمن الشاهد بيقول هدف أبو تريكا في مرمى كلوب أمريكا المكسيكي برضو كان من كرة ثابتة. أبو محمد بيقول رأسية فيلافيو في الفريق البرازيلي، وأحمد سلطان بيقول طبعا جول تريكا 2006 في كلوب أمريكا، وإن شاء الله الأهلي يشرفنا في المونديال. طبعا عدد من الاراء او يعني ردود الجماهير على اجابه هذا السؤال المتعلق افضل هدف احرز في كاس العالم للانديه. نتمنى يا رب باذن الله في النسخه السادسه اللي جايه بالنسبه لمشاركه الاهلي يكون في افضل او في اهداف افضل وافضل من الفترات السابقه، ويستمر طبعا رصيد اهداف النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مفتوح دايما، ولسه عندنا المزيد يا رب خلال الفتره اللي جايه. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.